يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، اسكندرية 31 24، مطروح 30 21، بورسعيد 31 24، اسماعيليه 35 22، وجوها حار. بالنسبه للسويس 34 24، العريش 32 23، طابا 32 25، شرم الشيخ 37 27، الغردقه 38 27، وجوها ايضا حار. بالنسبه للاقصر 39 24، اسوان 40 26، الوادي الجديد 38 21، شلاتين 36 26، حلايب 33 28، وجوها ايضا حار. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه.